من أجل جبهة موحدة داخل البرلمان الخامس، تعقد الكتل والحركات الناشئة حوارات سياسية مع الفائزين المستقلين. اجتماع الحلة الأخير يشكل منطلقا للحوارات. الاجتماع ضم حركة امتداد ومستقلين لتقريب وجهات النظر حول تشكيل جبهة برلمانية بخط واضح. إن شاء الله ساعين كحركة امتداد، ساعين أيضا للتواصل مع أكبر عدد ممكن من المستقلين مثل ما نقول، حتى نحسب الحسابات الحقيقية اللي نحاول من أجلها تحقيق أهدافنا كحركة وأهداف المستقلين الوطنيين، من أجل رسم خطة لمستقبل العراق ماضي إن شاء الله بتشكيل جبهة من المستقلين ليكون لنا صوت أوسع وأقوى تحت قبضة البرلمان. النتائج المعلنة تظهر فوز المستقلين ب37 مقعدا، فضلا عن 15 أخرى توزعت بين الحركات الناشئة التي يهدف اجتماع الحلة إلى جمعها في جبهة بغية التأثير في تشكيل الحكومة وصناعة القرارات. راح يكون له تغيير طبعا على القرار السياسي، تغيير كذلك باتخاذ القرارات المناسبة وفي تشكيل الحكومة المقبلة، سواء كان هسه مؤيدة للحكومة راح تكون أو غير مؤيدة، حتى بإكمال القوانين المتأخرة، التصويت، صياغة قوانين وتشريع قوانين جديدة. اجتماع الحلة يمكن أن يمهد لبيضة قبان جديدة، ربما تفرض على الفائزين الكبار إعادة حسابات التفاوض عند تشكيل الكتلة الأكبر. من باب الحيدر الشلبي، UTV.